مصادرها المتعددة أعطى دور متميز للثقافة البحرينية وانفتاح المثقف البحريني منذ نهايات القرن التاسع عشر. وربما يعني أعطي مجال الدكتور الأنصاري إذا أراد أن ينطلق دراسات دكتور الأنصاري وعدد آخر حول بواكير الثقافة في البحرين ودور عدد من المثقفين البحرين في بدايات هذا القرن، يعطي إلى أي مدى كان المثقف البحريني على صلات بشعراء ومثقفين المهجر ومراكز الثقافة في الوطن العربي. وهذا الشيء يجب التمسك فيه ونقده دائما ليكون جزء من مكونات هذه الثقافة. تفضل دكتور محمد. دكتور أخ إبراهيم، يعني أريد أن أركز فعلا على مسألة الانفتاح والتسامح، ليس كمجرد ظاهرة أو خاصية وإنما كقيمة أساسية في ثقافة البحرين وفي شخصية البحرين وفي دور البحرين. يعني الانفتاح والتسامح هذا شيء أساسي، وسواء على صعيد تعامل البحرينيين مع بعضهم البعض في حقول الثقافة وفي مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية الأخرى أو مع تقبلهم للتيارات الوافدة. وأنا أعتقد أن البحريني عند فضيلة الاستماع، يعني الشخصية البحرينية فيها فضيلة الاستماع. إحنا كجزيرة صغيرة منفتحة يعني سمعنا كل التيارات العربية اللي طلعت في الوطن العربي، يعني كانت حركة 1919 في مصر، حركة سعد زغلول، كان لنا مثقفين هنا يتحمسون لحزب الوفد مع أن حزب الوفد وفد مصري، وثورة العشرين في العراق ومختلف التيارات العربية، وكتابات طه حسين، كتابات محمد عبده، مثل ما أشار الأخ مبارك الخاطر في تاريخ الأدب البحريني، مثقفين بحرينيين كانوا يتابعون صحيفة المنار ويرسلون أسئلة لرشيد رضا في قضايا حساسة في ذاك الوقت. فيعني مسألة الانفتاح والتسامح نعتقد قيمة أساسية ويجب أن نحافظ عليها، وخصوصا في هذه الفترة بالذات من نشوء التعصب مثل ما سأل أحد الأخوان أو التطرف. يعني البحرين فعلا تستطيع أن تكون متميزة فيما يختص بهذا الموضوع. فقط حتى يعني أؤكد على كلام أستاذي دكتور الأنصاري، وهو بالفعل عندما نتحدث أنثروبولوجيين حول ما هي يعني معالم الشخصية الثقافية للإنسان البحريني، أو هل هناك في شخصية جماعية ثقافية في البحرين؟ بالفعل أحد ثوابتها إذا تكلمنا على الجانب الإيكولوجي وهي مسألة الجزيرة والإلى آخره، هي مسألة الانفتاح والتسامح. أي إنسان يتاح له كبحريني أن يذهب إلى ثقافات أخرى مجاورة في الجزيرة العربية أو عربية وينظر لهذه الثقافة عن بعد، رح يرى أن هذا التسامح هو أحد ثوابتها التي جعلت من هذه الثقافة إبداعية، ودائما كانت تنقلق حول نفسها وتصبح متخلفة عندما تلجأ إلى التعصب حول ذاتها أو حول الثقافات الأخرى المجاورة. اسمح لي يعني كمظهر عملي للكلام اللي نتكلم عنه. الآن أنت لاحظ ظاهرة دخول الكتب والمطبوعات والمجلات إلى البحرين من مختلف أنحاء العالم، يعني هذه خاصية اجتماعية وسياسية وثقافية البحرين حافظت عليها عبر مختلف الحقب من نشوء الدولة الحديثة في البحرين إلى اليوم، ولا تزال طبعا وما تزال ونريد أن نحافظ عليها. يعني البحريني وزائر البحرين يستطيع أن يقرأ تقريبا أي كتاب في أي موضوع، وهذه يعني خاصية تشار إلى يعني وتصب في مصلحة الرقابة البحرينية. يعني أنا اسمحوا إنها رقابة متنورة. وبس حتى أكمل إنه يعني إحنا نتكلم عن السياحة. هناك سياحة ثقافية. من الإخوان المجاورين يأتون إلى البحرين حتى فقط يقروا الكتاب الثقافي أو الكتاب الفكري أو الكتاب السياسي العربي والأجنبي. فيعني حتى لو بنتكلم عن جوانب اقتصادية سياحية، فالكتاب لا يعني دخول الكتاب في البحرين ميزة يجب أن نحافظ عليها. أنا والله دكتورة أشوف أن لا يوجد حوار في اتفاق عليه يعني اليوم بينكم كدكاترة جامعة. في عندنا بس نستمع لسؤال أخير من المشاهدين ولم يبقى إلا دقيقتين، فتفضل. سؤالي موجه لسعادة الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، بالنسبة للحضارة البحرين القديمة، هي حضارة دلمون. حضارة دلمون حسب ما هو معروف أنها هي أصل الحضارات الإنسانية الشرقية التي من بعدها قامت الحضارات الشرقية الأخرى اللي هي دلمون الفرعونية
والبابلية الأشورية يعني. فالبحرين هي أساس، إذا انطلقت منها أساس الحضارات الإنسانية. كما هو معروف أن الأوروبيين اللي هم الشعب الآري ينكر أن دلمون هي كانت في الشرق أو في البحرين كما جاء أعتقد في قبل الستينات علماء الآثار وعلماء الجليديين اللي ثبتوا أن البحرين فعلا أن من البحرين انطلقت حضارة شعب دلمون. كان اجتماعهم أعتقد في البلدية، في قاعة البلدية. فمن هذا الأساس، من هذا المنطلق، الأوروبيين ينكرون، يقولون أن الشعب الآري هو أصل الحضارة الإنسانية التي انطلقت منها شعب، انطلق منها شعب دلمون، وهي موجودة كانت في الغرب وانتقلت إلى الشرق. إذا أنا مع كلام الدكتور عبد الله أن فعلا أن البحرين لها أساس حضاري إنساني قديم، وإن اندثر في فترة معينة وانطلق إلى أماكن أخرى حسب ما هو معروف أن الحضارة تنتقل بعلمائها إلى كذا نتيجة تغير بيئة، تغير ظروف، تنتقل إلى أجواء أخرى فيها ماء، فيها خضرة، فيها مسائل مشجعة على العلم، تنتقل إلى مناطق أخرى. ولكن انطلاقة أساسية للشرق وحضاراته كانت من البحرين. إذن البحرين لها أساس، ما زال الأوروبيين إلى الآن ينكرونه رغم الحقائق والدلائل الكثيرة على وجوده في الشرق وفي البحرين. فأعتقد أن كلام الدكتور أن فعلا البحرين أصل حضارة، وإن أنكرها القرن فهي حضارة شرقية لها أساسها وتاريخها. اعتقد هاي بروحها موضوع محاضره طويله، فلم يبقى عندنا الا ان يعني باقي اقل من دقيقه. نعم يعني انا عندي بنقاط نهائيه لك نص دقيقه دكتور. ايوه، الحقيقه الاساسيه احنا تناقشنا وايد، الثقافه ليست مجرد افكار في الذهن تعيش. نعم، الأفكار الثقافية والأفكار الدينية وسائر الأفكار الاجتماعية تنبع من واقع اجتماعي معين. فالأخ اللي سألني عن التعصب بجذوره، نعم، التعصب في الواقع ما يبدأ في الثقافة، يبدأ في الواقع الاجتماعي، نعم، وفي التربية الأسرية، نعم، وفي العلاقات الإنسانية على المستوى البسيط. إذا استمر هذا التعصب على المستوى البسيط هذا ينعكس في البنية الفوقية. فالتعصب إذن حالة اجتماعية. دكتور عبدالله، نعم، بس انتهت النص دقيقة. أنا أريد أن أشير إلى خطورة ثانية تكمل مسألة مفهوم الثقافة. من الخطورة بما كان استمرار مسألة التفكير المتقابلات أو الثنائيات، نعم، وضع السلطة في مقابل المثقف، والمثقف والدولة والسلطة والمثقف. نعم. ثاني شيء، أنا أرى بأن الثقافة البحرينية، وهذا شيء أخير أريد أن أقوله، لا تزال موضوع استثمار جيد لأن تستثمر الدولة والأجهزة الأهلية والقطاع الخاص على وجه التحديد أيضا. أنا أشكرك على النصف دقيقة، ما اسمحوا لي أن لم يبقى إلا أقل من ذي. أنقل هذا الحوار، أطلب من القراء والمشاهدين في الصحافة المحلية، وعندنا جريدتين يوميتين لنقل هذا الحوار إلى أعمدة الصحف ولإثراءه وتطويره. أشكرك دكتور محمد، وأشكرك دكتور عبد الله على هاي المساهمة، وأشكر الأخوة المشاهدين على مشاركتهم وتفاعلهم مع البرنامج. شكرا جزيلا. Thank you.